يكاد لا يمضي يوما دون أن تخرج علينا دولتنا بابتكارات جديدة تثير الإعجاب والدهشة. فالآن يمكنك تجربة سفر فريدة من نوعها من خلال الممر الذكي الذي يعمل على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر مطارات دبي في مدة لا تزيد على 10 ثوان دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر مثل الجوازات وبطاقات الهوية وغيرهما. فما عليك سوى الدخول للممر الذي يقوم بالتقاط الصور لوجهك لأخذ بصمة العين ومقارنتها بالبيانات الموجودة. سيكشف النقاب رسمياً عن المشروع بنهاية مايو المقبل الذي يعد الأول من نوعه بالعالم، يعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يجعله نقلة نوعية في مواجهة التحديات المستقبلية بتزايد أعداد المسافرين.